برد اسولف واسمع اقوالي انا وهالناس حالتهم مثل حالي قبل قالوا اهلنا من يجهب الضيف مكرم وغالي وانت اشرف من الزينين يا موسى بن جعفر والخيرين وخدمتك ياك خدمتك حتى على اعمالي اذا حاتم قبل يذبح فرس للضيف اريد انك يا ابو طلبه تقبل هاي لبالي شنو ببالك ويا اطلب اذا حاتم يذبح فرس للضيف اريد انك يا ابو طلبه تقبل هاي لبالي انا فارش عبات قبالك وما اقوم ويلا انا فارش عبات قبالك وما اقوم تخلصها يلا البس عقاضي يا المسجون جيتك وانا هم مسجون يا المسجون جيتك وانا هم مسجون سجين الهضم ظلت دمعة تلالي طبيت البلايات طبيت البلايات وسألت من بيها يا راعي الدار وين الدار راعيها الله يرحم حسن موحان الله يرحم ضياء يرحم أماتكم جميعا طبيت البلايات طبيت البلد واسألي طبيت البلد واسألت من بيها يا راعي الدار وين الدار راعيها يا راعي الدار وين الدار راعيها طبيت البلد واسأليت هالخلايان قالوا شايلين وسدوا البيبة قالوا شايلين قالوا قالوا شايلين شايلين وسدوا البيضة صاحت هنا زينة صاحت وانا خاي وانا خاي بويا علي يا بويا وانا خاي بهيمة الدهر ضيعني بهيمة الدهار ضيعني بهيمة الدهار ضيعني وانا خاي وحشم قمت للمجفي تقول وانا خاي وانا خاي وحشيم قمت للمجف وانا خاي الناس تلوذ بخوته الناس الناس
الناس الناس تلوذ بخوتها الناس تلوذ بخوتها وانا اخوي وانا اخوي سكن وسط اللحد وابعد علي علي ابوي سكن كان وسط اللحيط وين يا ما عنده اخوان مثل زينب بويا سكن وسط اللحد وابعد علي علي ابوي اي 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 ادقال دفنيتهم وياست منهم ويا دفنيتهم دفنيتهم ويسيت ويسيت منهم وتمنيت يا ابوي اندفن يمهم بعد شو تقول زينب تقول وانا غريبة وانا غريبة دول ابن الوقت وانا غريبة يا عمي على الخواي ما العين على يا ابوي اي على زينب إيه هذا الضعن بيش يذكره هاي زينب من طبت والناس سماطين يباعون عليها اي والنوب رجعت للاربعين للامام الحسين جابت الراس واجت وقعدت يم قبر الحسين قالت شيح من الغياب خويا لا طال الصبر شيح من الغياب ويا قعدتكم يا الاحباب بعد هياد قعدتكم يا الاحباب يا اخويا يا ابو علي والمضن خاب راحة ويا همة والمضن خاب يا ابن عمي ترى ماكو مثل هضيمة زينب والله العظيم الامام الكاظم بك على زينب قالت ما يردون شالوا بعد ما ظن يردون ومن فراقهم معمي العيون يا ابن النوب راحت القبر بفاضل كفيلها قالت لاخويا ما ينشبع منه ثار الاخو ما ينشبع منه يا اخويا يا ابو فاضل خذاك الموت يلكن لك محن خويا واظلم نزلنا شمعتنا انطفت واظلم نزلنا والاطفال وبنات رسول الله ايه اجن قعدت على القبور اجن قعدن على القبور رمله وليله وكل من فاقد هذا الفاقد اخوه هذا الفاقد ابوه وهذا الفاقد له يقول اجت سكينه قالت لابوي شلونك يا بعد الروح وجلاي ويا 40 يوم انا ما قاعد وياي ويا انا جيتك مجلوع قلبي ومن الدمع ما اشوف درب ويا صرت مثل الطفل ازحف واحبي يا ابوي قالت يا ناس فقد الابو يراد العيون حتى الصخر والقاع يبكي شو تقول سكينه
شوف طفلة تقول كون ابوي تبكينا اليوم يدرون تاقعده والغافيين يبكون يا ابو.